السلام عليكم، بداية فيديو جديد ضرب نار من قناة جرب حظك اونلاين من موقع وان اكسبت. النهاردة معانا شرح رهيب، شرح جميل، شرح قوي جدا، طلب مني كتير كتير كتير. تابعونا وخليكم معايا مركزين لان الشرح النهاردة مهم، الا وهو كيفية المراهنات على الماتشات وازاي تكسب منها مكاسب مش ضعيفة ومش ضهين، لا مكاسب كويسة جدا. يعني مثلا حضراتكم قدامنا مثلا ماتش بيراميدز والاهلي وفي ليفربول في الدقيقه، احنا خلينا في الدوري المصري الاول، ممتاز معنا بيراميدز والاهلي، وفي كان اسوان والزمالك، تمام. احنا مراهنين دلوقتي مثلا في ايه، بيراميدز والاهلي، هنشوف مثلا يطلع لنا مكسب من المراهنه دي كام. يعني مثلا حضراتكم دلوقتي انا مراهن مثلا ب 30 جنيه على ماتش الاهلي وبيراميدز، يعني دلوقتي لو عايز ابيع ولسه الماتش، انا دلوقتي قادر ان انا ابيع بحاجه و50، يعني انا مكسبي حاجه و20 جنيه ولسه الماتش مخلصش، ولو خلص هيديني اكتر. فهي الحكايه دي مضمونه جدا، يعني انت مثلا عارف فرقه الاهلي دي قويه جدا وفرقه عالميه، تمام. هتيجي الاهلي مثلا قصاد فرقه، فهتراهن على الاهلي وانت واثق 100%. ممكن مثلا الماتش شغال ولسه الماتش يعني شغال، ممكن انت يجي لك كده في ناس تشتري منك في بيع بتعلى الثمن، كل ما الماتش بيشد او مثلا الاهلي جاب جون فبيعلى مكسبك منه. فهي حكاية جميلة جدا، انا قلت اشاركها معاكم، وهي حكاية لطيفة جدا يعني، بس انتوا هي مفيهاش مجازفة. ليه؟ لان انت بتبقى معتمد على نتيجة الماتش. فالمهم انا حبيت ان انا اوصل لكم الفكرة دي واشارككم، ما حبيتش ان انا اكسب لوحدي، حبيت ان احنا نشارك مع بعض. شكرا ليكم، ودي كانت نهاية الفيديو. ما تنساش لايك للقناة واشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد ان شاء الله. شكرا لكم، سلام عليكم، جود باي.